أهلا بكم إلى نشرة التاسعة من قناة ليبيا الأحرار. البداية كالمعتاد بأبرز العناوين. السراج يصل إلى تونس بعد تأكيد الخارجية التونسية أنها لن تتعامل مع أي أجسام موازية لحكومة الوفاق. قوات الوفاق تصد هجوما لمسلحي حفتر جنوبية طرابلس بعد تقدمها في محوري عين زارة ودربية. نائبات يحملن حفتر مسؤولية اختطاف سيرجي وببنغازي ومخاطبة لمجلس الأمن بالتحقيق في القضية. أهلا بكم إلى التفاصيل. وصل إلى العاصمة التونسية رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بعد يوم من هبوط طائرة تابعة لحفتر في مدينة مدنين التونسية. هذا وأبلغت وزارة الخارجية التونسية نظيرتها الليبية بأنها لن تتعامل مع أي أجسام موازية لحكومة الوفاق باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة. وأوضحت الخارجية الليبية في تصريح خاص للأحرار أن نظيرتها التونسية أكدت أن قضية الطائرة الحربية وقائدها بيد القضاء العسكري الذي يتحفظ عليهما. وفي السياق ذاته أكد مسؤولون بوزارة الخارجية التونسية بأن بلادهم ستحصر التنسيق مع حكومة الوفاق وحدها بشأن حادثة هبوط الطائرة الحربية التابعة لحفتر في ولاية مدنين كونها الجهة الشرعية الوحيدة في ليبيا. جاء ذلك خلال لقاء عقده القائم بأعمال السفارة الليبية في تونس محمد المعلول الثلاثاء مع المسؤولين التونسيين، ناقشوا فيه ملف الطائرة والإجراءات التي ستتخذ بشأنها. من جهته قال رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان التونسي عبد اللطيف مكي في تصريح للأحرار إن اختراق الطائرة للأجواء التونسية يعد انتهاكا للقانون التونسي، مشيرا إلى أن السلطات التونسية وحكومة الوفاق سيضعان حلا للحادثة بما يخدم مصالح البلدين ويحافظ على العلاقات الثنائية بين ليبيا وتونس. بعد مرور يوم على هبوط طائرة حربية نوع L-39 تابعة لحفتر في ولاية مدنين التونسية، ما تزال تداعيات الحادثة مستمرة بين الجانبين الليبي والتونسي لتحديد مصير الطائرة وقائدها. رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان التونسي عبد اللطيف المكي قال إن الطائرة اخترقت الأجواء التونسية على ارتفاع منخفض وهبطت في منطقة الجرف الأحمر بمدنين دون أن يطلب قائدها إذن الهبوط الاضطراري في الأراضي التونسية، وهو ما يعد انتهاكا للقانون التونسي والدولي. مكي أكد للأحرار أن كابتن الطائرة الذي يحمل رتبة عقيد حاول تضليل المحققين فور اعتقاله بتبعيته لحكومة الوفاق، غير أن استمرار التحقيقات معه كشفت تبعيته لقوات حفتر وأقلع بالطائرة بعد تجهيزها بالصواريخ من قاعدة الوطية الجوية قبل أن تهبط في مدنين نتيجة نفاذ الوقود. رئيس لجنة الأمن والدفاع أكد أيضا أن السلطات التونسية على تواصل مع حكومة الوفاق لبحث ملابسات القضية بما يخدم مصالح البلدين ولا يؤثر في العلاقات الثنائية بين ليبيا وتونس. تصريحات جاءت بعد مطالبة خارجية حكومة الثني في بيان لها السلطات التونسية بالتواصل معها لتقرير مصير الطائرة وقائدها، غير أن الأخيرة استجابت لدعوة خارجية الوفاق كونها الجهة الشرعية الوحيدة في ليبيا والمعترف بها دوليا. لكن اللغز الأكبر في قصة طائرة حفتر الحربية وفق متابعين يتمثل في أسباب قيام قائدها بالدخول إلى الأجواء التونسية
بل والهبوط في أراضيها بعد أن جهزت بالذخائر. بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة نتائج زيارات سلامة الأخيرة الرامية لبناء موقف دولي يدعم تخفيض حدة النزاع في ليبيا بحسب موقع البعثة الأممية. وأكد سلامة أنه سيواصل مساعيه مع كافة الأطراف من أجل وقف التصعيد وإحياء العملية السياسية. وفي سياق متصل بحث سلامة مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري نتائج زيارته لترميم الموقف الدولي تجاه الأزمة في ليبيا ومستجدات الأوضاع وفرص وقف التصعيد العسكري والعودة للمسار السياسي. أفاد مصدر عسكري لليبيا الأحرار الثلاثاء بأن محاور القتال تشهد هدوءا حذرا بعد اشتباكات عنيفة يوم الاثنين تمكنت فيها قوات الوفاق من صد هجوم لقوات حفتر في محوري عنزارة وخلة الفرجان. وقال أمر غرفة العمليات الميدانية بطرابلس أحمد أبو شحمة الاثنين إن قوات الوفاق حققت تقدمات خاصة في محوري عنزارة ووادي الربيع. معركة الهجوم الأخير أو ما سمي ساعة الصفر كما أطلقت عليه قوات حفتر لاقتحام العاصمة من كافة المحاور، والذي لم يكن سوى امتداد لمسلسل الهزائم العسكرية التي تضاف لسجلات حفتر وصفرا آخر على الشمال. فمنذ ساعات الصباح الأولى من يوم الاثنين حاولت قوات حفتر التقدم في محور وادي الربيع وعنزارة وخلة الفرجان التي شهدت فيها اشتباكات عنيفة وتمكنت فيها قوات الوفاق من إحراز تقدمات جديدة. ففي محور وادي الربيع تمكنت قوات الوفاق من صد هجوم حفتر وتدمير 3 آليات عسكرية والقبض على 11 شخصا من قوات حفتر. أما محاور عنزارة والخلة التي عولت قوات حفتر على اختراق دفاعات قوات الوفاق فيها بحسب آمر غرفة العمليات الميدانية أحمد بوشحمة الذي قال إنهم نجحوا في صد تلك الهجمات بل وتكبيد قوات حفتر خسائر كبيرة فيها. سلاح الجو نفذ 8 طلعات جوية استهدف عددا من الآليات العسكرية، وساهمت الضربات الجوية في قطع إمدادات مسلحي حفتر وتشتيت قواته. وغير بعيد عن ذلك أعلنت عملية بركان الغضب استهداف قوات المحور الجنوبي التابع للمنطقة الوسطى شاحنة محملة بالذخيرة كانت في طريقها لدعم قوات حفتر جنوبي العاصمة. أكثر من 3 أشهر على العدوان على العاصمة أثبتت فيها الوقائع فشل كل المحاولات في التقدم صوب العاصمة رغم كل المحاولات وإطلاق العمليات العسكرية وتبديل القادة العسكريين، فضلا عن الخسائر في الأرواح التي لا يعرف كم سيحتاج رجل الرجمة لإزهاق المزيد منها. وللتفاصيل أكثر ينضم إلينا مراسلنا من هناك أي من طرابلس عبد الوهاب ملطان. عبد الوهاب، آخر التطورات الميدانية بمحاور القتال خاصة وادي الربيع وأيضا عنزارة، تفضل. نعم أمل، هذا اليوم محاور القتال يعني المحور الذي شهد اشتباكات متوسطة هذا اليوم هو محور الكازيرما الذي يطل على مطار طرابلس. هذا المحور هذا اليوم شهد اشتباكات متوسطة بين قوات، حيث بعد قيام قوات حفتر بمحاولة للالتفاف على قوات حكومة الوفاق الوطني، ولكن تمكنت قوات حكومة الوفاق الوطني من صد هذا الالتفاف في محور كازيرما. وكذلك تمكن سلاح الجو من خلال طلعاته هذا اليوم من استهداف قوات حفتر في هذا المحور، ويعني استطاعت تدمير عدد من الآليات المسلحة التي حاولت الالتفاف على قوات حكومة الوفاق الوطني في محور كازيرما. هذا المحور يعتبر بحسب ما أفادنا عدد من القادة العسكريين جغرافيا يعتبر محور مهم جدا، خاصة من ناحية السيطرة على مطار طرابلس العالمي والتقدم باتجاهه وفرض السيطرة عليه، حيث يعتبر يعني من المحاور المهمة خاصة
عند تقدم القوات باتجاه مطار طرابلس من خلال البوابة الرئيسية، لابد من تأمين بداية كازيرما والسيطرة عليها ومن ثم التقدم داخل المطار. هذه هي أهمية هذا المحور الذي يعرف بكازيرما، وهي بوابة تطل يعني في الطريق المؤدية إلى منطقة قصر بن غشير. هذا ما حدث اليوم، وهذا هو المحور الذي شهد اشتباكات يعني بين قوات. طيب ماذا عن باقي المحاور؟ هل تشهد هدوءا حذرا الآن؟ لم تشهد ذلك التطور، هي فقط بعض المناوشات الخفيفة والمتقطعة. يوم أمس كانت اشتباكات عنيفة جدا في محور عين زارة وكذلك في محور وادي ربيع، والأعنف كانت في محور وكذلك محور عين زارة والخلة. هذان المحوران شهدا اشتباكات عنيفة جدا يوم أمس، حيث قامت قوات حفتر بالهجوم بمحاولة الهجوم على تمركزات قوات حكومة الوفاق الوطني. تمكنت قوات حكومة الوفاق الوطني من صد هذا الهجوم وإعادة التمركز، ولا زالت تسيطر على جميع تمركزاتها التي تسيطر عليها من قبل. كذلك سلاح الجو يوم أمس كان له الدور الأبرز في صد هذا الهجوم الذي قامت به قوات حفتر، حيث تمكن من استهداف قوات حفتر في محور الخلة وكذلك في محور عين زارة ووادي ربيع. تمكن من خلالها من تدمير عدد من الآليات وصد الهجوم الذي حاولت قوات حفتر أن تقوم به على تمركزات قوات حكومة الوفاق الوطني في يوم أمس. هذا كان في محور عين زارة والخلة وكذلك وادي ربيع. نعم، أشكرك مراسلنا عبد الوهاب ليطان، حدثتنا من طرابلس عبر الهاتف. هذا وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن استهداف مطار ميتيغا الدولي يتسبب في تفاقم الوضع الإنساني والاحتياجات العامة للمواطنين. هذا وكان مطار ميتيغا قد أعلن أكثر من مرة إغلاق مجاله الجوي أمام الطائرات جراء قصف طيران حفتر له. منذ بداية العدوان على العاصمة طرابلس في أبريل الماضي لم يسلم مطار ميتيغا الدولي من سقوط القذائف العشوائية عليه والقصف الجوي من قبل الطيران التابع لحفتر، الأمر الذي أدى إلى توقف الملاحة الجوية أكثر من مرة. آخر هذه الاستهدافات وقعت مساء الاثنين، حيث تعرض لسقوط قذائف عشوائية أدت إلى توقف الملاحة الجوية بشكل مؤقت، ثم عادت صباح الثلاثاء مع انطلاق أولى رحلات الحجاج الليبيين إلى الأراضي المقدسة من مطار ميتيغا. وعلى إثر هذه الاستهدافات المتكررة للمطار، أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن استهداف مطار ميتيغا يتسبب في تفاقم الوضع الإنساني والاحتياجات العامة للمواطنين، وأن عملية الوصول الإنساني الآمن دون عوائق أمر واجب بحسب القانون الدولي الإنساني. مطار ميتيغا، والذي يعتبر المنفذ الوحيد لسكان العاصمة والمدن المجاورة لها على العالم الخارجي، يعد أحد الأهداف الرئيسية لقوة حفتر خلال عدوانه على طرابلس، إذ جرى استهدافه نحو 7 مرات منذ بدء العدوان. أولها كان في 8 أبريل الماضي بغارة جوية، ثم جدد استهدافه بغارات ليلية في 6 و7 يونيو الماضي، ثم في 7 يوليو الجاري، وهو هجوم أدى إلى إصابة 3 موظفين من شركة الخطوط الجوية الإفريقية وتضرر 1 طائرات الشركة. استمرار قصف المطار المدني يزيد من معاناة المسافرين عامة والجرحى والمرضى خاصة الذين يتلقون العلاج بالخارج، لتبقى هذه المعاناة مستمرة تتجدد من حين لآخر، ما يتطلب البحث عن استقرار أمني وسياسي واقتصادي لا نهائي. بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان مع وزير الصحة المفوض حميد بن عمر الثلاثاء بطرابلس أوضاع الجرحى المدنيين والعسكريين جراء العدوان على العاصمة. كما ناقش الطرفان إمكانية نقل بعض اختصاصات وزارة الصحة للمجالس البلدية واعتماد استراتيجية الرعاية الصحية الأولية لإنهاء المركزية وتطوير مستوى الخدمات الطبية في البلاد.
حملت نائبات مجلس النواب بطرابلس خليفة حفتر كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن حادثة اختطاف النائب سهام سرجيوة في بنغازي وعن أي خطر قد تتعرض له. من جانبه طالب عضو مجلس النواب عن بنغازي جلال الشواهدي في خطاب وجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة طالب مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة اختطاف سرجيوة. بعد نحو أسبوع من اختطاف النائبة سهام سرجيوة في بنغازي واختفائها تتواصل ردود الفعل الرافضة لما حصل لها، فقد حملت نائبات مجلس النواب بطرابلس من وصفنه بالمتمرد على الشرعية خليفة حفتر كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن حادثة اختطاف سرجيوة وعن أي خطر قد تتعرض له. ورغم الرفض المحلي والأممي المعلن في البداية، إلا أن النائبات في مؤتمر صحفي عبرنا عن صدمتهن من عدم اتخاذ إجراءات فعلية محليا ودوليا، فضلا عما قلناه عن أن بعض الجهات لم تتخذ أي موقف من جريمة اختطاف سرجيوة. نحمل كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية للمدعو خليفة حفتر المتمرد عن الشرعية عن حادثة الاختطاف وعن أي خطر قد تتعرض له السيدة سرجيوة، ونحن بصدد رفع شكوى لمجلس حقوق الإنسان ولمحكمة الجنايات الدولية. ولهذه الأسباب ذهبت النائبات إلى تدوين القضية بحثا عن حق سرجيوة، فقد أكدنا اتصالهن بالبعثة الأممية وبرلمانات دولية عدة، وأنهن بصدد رفع شكوى إلى مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية بشأن قضية اختطافها. عدم تقديم أي شكوى من الجهات المحلية والدولية المعنية، على الرغم من مشاركة السيدة سهام في الكثير من الاجتماعات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة بشكل خاص. لم تتخذ وزارتا الداخلية والعدل أي موقف من هذه الجريمة، ولم تعتبر أحداث الخطف والقتل أمرا يستوجب التحرك. من جانبه طالب عضو مجلس النواب عن بنغازي جلال الشواهدي مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة الهجوم على منزل النائبة سهام سرجيوة وإخفائها من قبل قوات حفتر. ودعا الشواهدي في خطاب وجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التحقيق في كافة الجرائم والإخفاء القسري والقتل خارج القانون وتكميم الأفواه لكل النشطاء والسياسيين المخالفين لرأي خليفة حفتر في بنغازي. وبين مطالبات النائبات كل الأطراف والأعيان والمجتمع المدني ببنغازي بالسعي للإفراج عنها، والدعوات لمجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة تحقيق في هجوم قوات حفتر على منزل سرجيوة وإخفائها، يكتنف مصير من حاولت من بنغازي أن ترفض العدوان على طرابلس وتدعو لحماية المدنيين فيها، غموض لم يتمكن أحد بعد من كشفه أو حماية امرأة قبل أن تحمل الحصانة البرلمانية. للتعليق حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من طرابلس أستاذ القانون بجامعة طرابلس محمد بارا. أهلا بك معنا سيد بارا. في ظل هذا الغموض الذي يلف مصير النائب سرجيوة حتى الآن، ماذا يمكن أن نسمي هذه الحالة؟ أهي مختطفة أم مخفية قسريا؟ مساء الخير ليك ولمتتبعي القناة. طبعا هو يعني أمر مؤسف أن الدكتورة سهام سرجيوة اختفت في مدينة بنغازي في ظروف غامضة كما جاء في التقرير. طبعا هذا نتيجة لضعف المؤسسات الليبية بشكل عام، يعني مؤسسة النيابة العامة، مؤسسة الشرطة، مؤسسة الداخلية، يعني المؤسسات اختبار كبير أن يعني ضعفها في مدينة بنغازي ملحوظ في هذه الواقع، خصوصا أن المجتمع الليبي لم يتعود على خطف النساء حتى في الحد، يعني في الجرائم دائما توقيف النساء ترعى في اعتبارات اجتماعية أن الذي يتولى القبض لابد أن يكون من النساء، المحل الذي تسقط فيه المرأة لابد أن يكون فيه نساء. فبالتالي يعني اختفاء المرأة بهذا الشكل حقيقة يعني ظاهرة جديدة على المجتمع الليبي، ويبدو ان في النهاية او يبدو ان يعني هي ليس هي فقط، ولكن حتى اذا احنا رجعنا قبلها ببعض الايام لاحظنا جثث يعني في الشوارع. هذه كلها يعني امور جديدة على المجتمع الليبي وجديدة على مدينة بنغازي، خصوصا اذا ما لاحظنا ان السيدة سرجيوة يعني افترض
أنها عضو برلمان، ويفترض أن هي تتمتع بالحصانة البرلمانية، ويفترض أن عدم القبض عليها إلا بإذن من البرلمان. كل هذه الإجراءات لم تحصل. هذا يبين لنا أن يعني ضعف، كما ذكرت لك في البداية، ضعف مؤسسات الدولة وعدم حتى وجود المفروض. لكن قانونيا سيد بارا، قانونيا أنت وصفت الحالة بشكل عام وقلت أنها غريبة على المجتمع الليبي أن تختطف النساء من منازلها. قانونيا ماذا يمكن أن نوصف استمرار الاختفاء؟ هل هي اختطاف؟ يمكن القول الآن اختطاف بعد مرور كل هذه الأيام، أم أنه الآن الأمر أصبح إخفاء قسريا بشكل واضح كتوصيف قانوني سيد بارا؟ هو في العادة يعني يتهم عضو برلمان، يفترض أن البرلمان الحصانة يعطيك معه للنائب العام، لكن بهذا الشكل يعني اختلطت حقيقة. يعني التوصيف القانوني هو اختفاء، اختفاء قسري، صحيح اختفاء قسري لما أحد يعني أحد. طيب مع كل ذلك سيد بارا، ما زال الأمر سواء محليا ودوليا في حالة إدانة دائما ومطالبة بالإفراج عن نائب سهام سرقي، ولكن دون وجود أي تحرك فعلي وبآلية واضحة. ماذا يعكس كل ذلك في نظرك؟ شكرا جزيلا لك أستاذ القانون بجامعة طرابلس محمد بارا، فقدنا الاتصال به، ربما نعاود به الاتصال في سياق هذه النشرة. وفي بنغازي واصلت مديرية الأمن إعلانها عن تفعيل الخطط الأمنية التي بدأتها منذ العام الماضي بإعلان حالة الطوارئ في المدينة في 20 ديسمبر الماضي. وكشفت الأحداث الأخيرة فشل المديرية في تحقيق الأمن داخل المدينة بعد عودة التفجيرات واختطاف مسلحين لعضو مجلس النواب سهام سرقيوة ونفي مديرية الأمن وجودها في أي قسم أو مركز تابع لمديرية أمن بنغازي. لمواجهة أي تحركات مشبوهة والتعامل معها قبل تطورها، هكذا عنونت مديرية أمن بنغازي شروعها في وضع خطة جديدة لمواجهة استمرار الخروقات الأمنية في المدينة، على الرغم من استمرار حالة الطوارئ في بنغازي التي أعلنت في 20 ديسمبر الماضي، إلا أن الخروقات الأمنية توالت عقب التفجيرات الإرهابية في مقبرة الهواري خلال جنازة عسكرية لم تغب عنها الشخصيات القيادية في المدينة، وكشفت ضعف المنظومة الأمنية وهشاشتها في المدينة التي يريدها حفتر نموذجاً للاستقرار. التفجيرات المدوية والأنباء المتداولة عن دخول سيارات للمقبرة أثناء الجنازة دون المرور على التفتيش الأمني وسباق حفتر لعمل الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق في الحادثة وتكليف أتباعه من العسكر بالتحقيق مع قادة الأجهزة الأمنية في بنغازي باعتبارهم متهمين حتى تثبت براءتهم، وهو ما فتح الباب للتساؤل عن دور المديرية والأجهزة الأمنية في بنغازي ومدى صلاحياتها الممنوحة من الحاكم الحقيقي للمدينة خليفة حفتر. الجثث الملقاة في الأماكن الخالية دون الكشف عن الفاعلين مظهر عاد للواجهة في بنغازي وضواحيها خلال الفترة الماضية، مع ارتفاع أعداد المصابين بسبب الرصاص الطائش والمشاجرات التي تنتهي إلى مستشفى الجلاء للحوادث والجراحة وسط بنغازي. ليست على كل تقدير علامات على استقرار أمني أو أوضاع مطمئنة في المدينة الأكبر شرق البلاد. بعد أقل من أسبوع عن تفجيرات الهواري وفي 17 من ذات الشهر، اختطفت تحت تهديد السلاح من وسط بنغازي النائبة سهام سرقيوة، فقط لأنها ليست من مؤيدي الحرب على طرابلس وليست من المتحمسين لعملية الكرامة بحسب مراقبين، وهو ما يشير إلى الخوف المسيطر على أهل المدينة وعدم قدرتهم على التعبير عن آرائهم ومصير من يجرؤ على الكلام. وكانت شبكة CNN الأمريكية كشفت أن مسلحين من اللواء 106 التابع لأحد أبناء حفتر هم من اختطفوا عضو مجلس النواب سهام سرقيوة بعد أن هاجموا بيتها وأطلقوا النار على زوجها واعتدوا على ابنها كذلك، بينما اكتفى مكتب الإعلام الأمني بمديرية الأمن ببنغازي التي عادت إلى أحضان الوطن حسب تعبيراتهم
اكتفى فقط بنفي وجود النائب سهم سيرجيوا لدى أي قسم أو مركز تابع لمديرية أمن بنغازي نفيا قاطعا بحسب موقع المديرية. الانتهاكات المتواصلة وانتشار السلاح وزيادة نسبة المشاجرات العنيفة وهيمنة المسلحين التابعين لأبناء حفتر على المشهد وتجريد مديرية أمن المدينة والأجهزة الشرطية في المدينة من كافة الصلاحيات يؤكد بحسب مراقبين فشل عملية الكرامة في تحقيق أدنى درجة من الاستقرار الأمني وفقد الثقة في الجهاز الشرطي بالمدينة. قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن إنتاج حقل الشرارة عاد إلى مستوياته السابقة، وهو ما يعني وصوله إلى 290 ألف برميل يوميا. عودة الإنتاج لمستوياته السابقة تأتي عقب رفع حالة القوة القاهرة عن عمليات شحن خام الشرارة من ميناء الزاوية، وذلك بعد النجاح في إعادة فتح الصمام الذي جرى إقفاله في خط شحن النفط من حقل الشرارة إلى ميناء الزاوية. حالة الاستقرار التي شهدها إنتاج النفط وتصديره خلال الفترة الماضية ونتجت عنها زيادة عائدات النفط خلال شهر مايو الماضي وتراجعت قليلا خلال شهر يونيو، قد تتعرض لمزيد من التراجع في يوليو الجاري، وذلك بسبب تصرفات غير مسؤولة من بعض الخارجين عن القانون. حقل الشرارة باحتياطيات تناهز 3 مليارات برميل من النفط الخام وقدرة إنتاجية تتجاوز 300 ألف برميل يوميا، يعاود بلوغ مستويات إنتاجه قبل إغلاق الصمام رقم 13 الذي تسبب في توقف الضخ من الحقل إلى مصفاة الزاوية وإعلان حالة القوة القاهرة. المؤسسة التي أعلنت حالة القوة القاهرة وتوقف عمليات شحن النفط الخام بميناء الزاوية مطلع الأسبوع الجاري عادت لتعلن رفعها بعد يومين في أقصر إغلاق يتعرض له الحقل، وأكدت استئناف عمليات شحن الخام بميناء الزاوية بشكل طبيعي، ذلك بعد أن جددت إدانتها للعمل التخريبي الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، ما يجعله يصب في خانة العبث والتخريب وتشتيت الجهود بحسب مراقبين. الحقل الأكثر إنتاجا للنفط الخام والذي يقع في حوض مرزوق على بعد حوالي 800 كيلومتر جنوب غرب مدينة طرابلس، وتشغله المؤسسة بالشراكة مع ائتلاف شركات نفط غربية، كان قد تعرض لأطول توقف بسبب إغلاق صمام ريينا الذي ابتدأ في نوفمبر عام 2014 ولم ينتهي إلا في 20 ديسمبر عام 2016، وتسبب حينها في خسائر فادحة للميزانية العامة بحسب مؤسسة النفط. ناشدت شركة الراحلة النفطية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالتدخل لمطالبة شركة ليبريغا لتسويق النفط بتزويد عدد من محطات الوقود التي امتنعت عن تزويدها. الشركة قالت في بيان لها في المؤتمر الصحفي أن شركة ليبريغا امتنعت عن تزويد 4 محطات لها بطرابلس بالوقود، وأضافت الشركة أن لديها 36 محطة متوقفة عن العمل جراء العدوان على العاصمة، بالإضافة لامتناعها عن تزويد حوالي 18 محطة من مدينة سرت إلى طرابلس. مناشدة الجهات السيادية في الدولة الليبية وعلى رأسها المجلس الرئاسي بضرورة التدخل ووضع حلول أو صنع خطوات عاجلة لموضوع تشغيل مجموعة من المحطات تم إيقاف أو منع تزويدها من قبل شركة ليبريغا لاعتبارات ولأسباب من واقع اختصاص تكاد تكون غير منطقية أساسا. منطقة سوق الجمعة تعاني من أزمة في الوقود، أزمة كبيرة كبيرة جدا جدا، والمحطة جاهزة واتية من جميع الكماليات، مزودة بالبنزينة من لجنة الاقتصاد من كل شيء، تم حجزها من قبل شركة ليبريغا بوقف أن تتزود بالبنزينة لظروف الله أعلم. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. انطلاق رحلات الحجاج الليبيين إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج من مطارات معيتيجا وبنينة ومصراتة. كانت
تلقى دعم عسكري من مصر ومن الإمارات. كوننا كان فيه عمل مخابراتي وكان في لقاءات مع قيادات عسكرية أو مخابراتية كان فيه. كانوا الإماراتيين طبعاً الحكام الإماراتي نزلوا في الذخيرة الأسلحة بتاعهم اللي بيبعثوها لنا في مصر. من مصر تأتينا عن طريق مصر، فكان المصرية يمسكوا في بعض الأسلحة الكويسة المتميزة عندهم. إخوة في الإمارات يقولوا لازم يكون عندك برستيج، لازم تتحرك وتغير السيارات باستمرار، وبعثوا لي 12 سيارة هذه باش نغير. يضرب بالبندقية تخترق الساتر وتشوفه يطيح، شوف العنصر يسقط. قوات فرنسية شاركت في إنهاء معركة بالكامل في الليل. السراج يصل إلى تونس بعد تأكيد الخارجية التونسية أنها لن تتعامل مع أي أجسام موازية لحكومة الوفاق. قوات الوفاق تصد هجوما لمسلحي حفتر جنوبية طرابلس بعد تقدمها في محوري عنزارة ودربية. نائبات يحملن حفتر مسؤولية اختطاف سيرجي وببنغازي ومخاطبة لمجلس الأمن بالتحقيق في القضية. أهلا بكم من جديد. انطلقت صباح اليوم من مطار ميتيغا الدولي أولى رحلات للحجاج الليبيين متوجهة إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج. ووفرت لجنة تنظيم الحجاج في مطار معتيقة صالة استقبال خاصة بالحجيج مجهزة بغرف طبية لتقديم الخدمات والرعاية لهم. مع ساعات الصباح الأولى انطلقت أولى رحلات الحج المتوجهة إلى بيت الله الحرام لهذا العام من مطار معتيقة، حيث كانت في استقبالهم اللجان المشرفة على الحجاج لحظة الوصول للمطار حتى وصولهم إلى صالة المغادرة المخصصة لهم. دورنا موجودين هنا لتسهيل حركة استقبال الحجاج وتيسير الأمور قدامهم حسب التكليف المكلفين به يعني داخل المطار. استقبال الحجاج تسهيل الحركة قدام المطار وأيضا في الطريق العام استقبالهم لعند الداخل إن شاء الله. طبعا دورنا كحركة كشفية داخل مطار معتيقة الدولي في تسهيل مهمة الحاج والحاجة، طبعا استقبالهم تسهيل معهم اللي هو الحقائب، أيضا معاونة اللجنة المشرفة على الحج في شحن الحقائب وتجهيز الحقائب ثم نقلهم إلى صالة الضيافة ومساعدة الحجاج. مساعدة الحجاج لم تقتصر على الجهات المكلفة من الدولة، بل تعدتها إلى الهلال الأحمر الليبي والكشافة والمرشدات وجهات عدة تعمل على مساعدة الحجاج. المساعدة بجميعها، أولا الاستفسار على البطاقة الصحية، على التطعيم، على كيف الدروس التعليمية طبعا هنا متاع اللي هي موجودة في الصالة، تقدر تقول من الألف للياء يعني من بداية وصولهم حتى صعودهم الطائرة، ولين نستقبلوهم إن شاء الله ونسأل الله العظيم بأن تكون عودة ميمونة إن شاء الله وحج مقبول للجميع. ثلاث رحلات تنطلق من مطارات مختلفة من معتيقة ومصراتة وبنينة متوجهة إلى الأراضي المقدسة، تقل حجاج ليبيا حاملين معهم الرغبة بأداء مناسك الحج بكل يسر والأمل بالأمن والأمان لليبيا. كاميرا ليبيا الأحرار رصدت آراء بعض الحجاج في أولى الرحلات المنطلقة من مطار معتيقة. من بداية الموضوع يعني تم تقسيم الحجاج لمجموعات منظمة وكل مشرف يبلغ مجموعته بالخطوات اللي بتندار، لحد الآن الترتيبات نشوفها كويسة يعني. لا بسم الله ما شاء الله الجماعة والله واقفين يعني زي معدي الهلال الأحمر والكشاف والإعلاميين والواحد زي ندور يعني شوط قبيض، ونتمنى نكونوا أحسن من هذا احنا الحمد لله. الحقيقة الاستعدادات طيبة والمشرفين قايمين بالواجب وكل شيء على أحسن مرام، وإن شاء الله ربنا يصلح هذه البلاد ويحقن دماء الليبيين، وإن شاء الله ربي تكون هذه آخر الحروب، إن شاء الله ربي يصفي القلوب بين العباد. والله السنة هذه بصراحة ما شاء الله أنا بالنسبة لي أنا أول مرة حج وكل كويس، استقبال كويس ومعاملة كويسة، واللي نشوفه فيه تو والله الحمد لله
وان شاء الله ربي يوصلنا سالمين ونروح لبلادنا سالمين غانمين، وان شاء الله ربي يهني البلاد. ان شاء الله زي ما تشوف اهو السادات او كل شيء يبان على وجه المكان او الصوره تتكلم يعني. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف مندوب الهلال الاحمر طرابلس محمد برج الليل. اهلا بك معنا سيد محمد، كيف بدات عمليه تسفير الحجاج من مطار ميتيقة في اولى الرحلات نحو الاراضي المقدسه؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. مساء الخير اختي العزيزه، مساء الخير الجميع اخوان المشاهدين. انا محمد برج الليل مندوب الهلال الاحمر اللي بطرابلس، والوقت الحالي احد متطوعين داخل مطار معتيقة لتسيير او مساعده تسيير رحلات حجاج ليبيين للمملكه السعوديه لاداء فريضه الحج. نسال الله العظيم ان يتقبل من الجميع. اليوم كما اسلفت بكري، كانت اليوم اول رحله بدنا فيها الساعه الصباح الاولى، هي الساعه الرابعه صباحا، والاقلاع كان فتره الظهيره وما قبل الظهيره. مشت الامور الحمد لله على احسن ما يرام، الاستقبال كان جيد، بدايه الاستقبال من الساعه الصباح الاولى من اول ما يوصل الحاج، الفاره الاولى الاستقبال بتاع الحقائب والميزان والاجراءات وصارت الضيافه، والحمد لله طلعوا ممنونين ونسال الله العظيم بدنا يوفقنا ان شاء الله. هل واجهتكم اي صعوبات سيد محمد فيما يتعلق بوضع الحجيج وتسفيرهم؟ لا في الحقيقة ما كانش في صعوبات، هو كان في شيء واحد منه، هو كان المطار مغلق الفترة الصباحية، هذه طبعا إجراءات إدارية تخص إدارة المطارات وما تبعها الهيئة العامة للأوقاف، احنا كهلال أو كشاف أو الموجودين للدعم اللوجستي أو المساعدة للترحيل كنا في الاستقبال، الأمور كانت طيبة. بعد الساعة الثامنة صباحا تم فتح الأجواء أو الملاحة الجوية وتوسرت الأمور والحمد لله، ولاحظنا الراحة والسرور على وجه الحجاج الليبيين، وإن شاء الله يكونوا ممنونين مننا وإن شاء الله يكونوا راضيين علينا إن شاء الله بالخدمات اللي نقدمونها. مندوب الهلال الأحمر طرابلس محمد برج الليل كنت معي عبر الهاتف من هناك، شكرا جزيلا لك. قالت وزارة الخارجية الإيطالية أن زورق دورية الليبي قام باحتجاز قارب الصيد الإيطالي ترامونتانا وأفراد طاقمه في خليج سرت. ونقلت وكالة أكل إيطالية عن الخارجية الإيطالية أن وزيرها إنزو ميلانيزي أعطى تعليماته إلى سفير بلاده لدى طرابلس بالعمل على وجه السرعة على الإفراج السريع عن أفراد الطاقم وضمان توفير المعاملة السليمة لهم. وفق الخارجية الإيطالية فإنها لم تعرف بعد أسباب احتجاز قارب الصيد الإيطالي، مرجحة أن الاحتجاز ربما يكون للقيام بالصيد في مياه توصف بأنها عالية الخطورة. طلب الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون السلطات الليبية بضمان عدم احتجاز المهاجرين في البلاد، وقال إنه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان سلامتهم على حد تعبيره. وأضاف ماكرون على هامش اجتماع وزراء الداخلية والخارجية في الاتحاد الأوروبي لمناقشة قضايا الهجرة والأمان بل والأمن بباريس. أضاف أن 14 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي وافقت على ما سماه آلية تضامن جديدة اقترحتها ألمانيا وفرنسا لتوزيع المهاجرين. ولم يوضح ماكرون تفاصيل المبادرة الفرنسية الألمانية الجديدة بخصوص الهجرة في وقت حذر فيه وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني الذي لم يشارك في الاجتماع من تأثيرات هذه القرارات التي تم اتخاذها في باريس. بعد اجتماع وزراء الداخلية والخارجية في الاتحاد الأوروبي الاثنين بباريس لمناقشة قضايا الهجرة والأمن، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الوضع في ليبيا مقلق بالنسبة للمهاجرين واللاجئين، خاصة بعد قصف مركز الإيواء بتاجورا الذي خلف عشرات القتلى والجرحى. ماكرون طالب السلطات الليبية بإنهاء احتجاز المهاجرين في البلاد وضمان سلامتهم إلى حين ترحيلهم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتحدث عن تعزيز برنامج العودة الطوعية لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي.
ومع موافقة 14 دولة في الاتحاد الأوروبي على الوثيقة التي اقترحتها ألمانيا وفرنسا بخصوص توزيع المهاجرين، أكد الرئيس الفرنسي أن الاتحاد سيعمل على إقناع بقية الدول الأعضاء بالآلية الجديدة، وأشار إلى أن عملية إنزال المهاجرين في أقرب ميناء تعد أمرا ضروريا قانونيا وإجرائيا. هذه الآلية الجديدة التي تحدث عنها ماكرون يبدو أنها لم تعجب إيطاليا التي خفضت تمثيلها في اجتماع باريس عبر إرسال فنيين فقط، وشددت على ضرورة إيجاد آليات توزيع مؤقتة لجميع المهاجرين وتناوب على الموانئ الآمنة لإنزالهم حتى لا تتحمل ثقل ملف تدفق المهاجرين وحدها. ومع إصرار إيطاليا على تبني سياسة أوروبية حقيقية لإعادة من لا يحق له التمتع بالحماية من المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، حذر وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سالفيني في رسالة إلى نظيره الفرنسي كريستوف كاستانير من تأثيرات القرارات التي تم اتخاذها في باريس. في المقابل رحبت مفوضية شؤون اللاجئين والدولية للهجرة في بيان مشترك بتوافق الآراء بشأن الحاجة إلى إنهاء ما سمته الاحتجاز التعسفي للاجئين والمهاجرين في ليبيا، وطالبت بالإفراج المنظم عن هؤلاء أو فتح مراكز تتيح حيزا معقولا من حرية التنقل والسكن والمساعدة والحماية. المنظمتان طالبتا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالعمل على إخراج اللاجئين الأكثر ضعفا من ليبيا، ودعتا إلى التوسط من أجل سلام دائم في البلاد واستخدام المجتمع الدولي نفوذه لجمع الأطراف المتحاربة على طاولة الحوار وإيجاد حل سياسي يعيد الأمن والاستقرار إلى ليبيا. قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إن المجلس سيتواصل مع كافة الجهات المختصة لمعرفة خلفيات قرار الإفراج عن رئيس الوزراء في عهد القذافي البغدادي المحمودي لمعالجة أثار القرار. وأكد المشري خلال لقائه وفدا من أعيان ومشايخ وأعضاء المجلس البلدي زوارة الاثنين على أهمية المصالحة الوطنية بين زوارة والمناطق المجاورة لها، ولا تتأثر العلاقات جراء قرار الإفراج عن البغدادي. من جهته أكد وفد زوارة على ضرورة محاكمة البغدادي داخل ليبيا مع توفير كافة الخدمات الطبية له والسماح لأهله بزيارته في السجن وفقا للتشريعات النافذة. هذا وكانت وزارة العدل بحكومة الوفاق قد قالت إن الإفراج الصحي عن النزيل البغدادي المحمودي جاء وفقا للقانون الخاص بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل كحق إنساني وقانوني للنزيل داخل المؤسسات العقابية. وقال وزير العدل بحكومة الوفاق محمد لملوم في بيان له إن الإفراج عن المحمودي جاء بعد تأكدهم من تعذر حصوله على الرعاية الصحية داخل المؤسسات العقابية، مؤكدان التزام الوزارة بإلغاء قرار الإفراج عن المحمودي وإعادته لسابق حبسه إذا تحسنت حالته الصحية. وأوضحت وزارة العدل بحكومة الوفاق أن ما قامت به لا يخرج عن أحكام القانون والممارسة الصحيحة لمدنية الدولة التي تعتبر الهدف الأسمى لثورة 17 من فبراير بحسب البيان. شدد مدير أمن الجفارة عبد الناصر الطيف على ضرورة التزام رجال الشرطة بالحضور، محذرا بأنه سوف يتخذ أقصى العقوبات ضد المتغيبين عن أعمالهم والمقصرين في أداء واجباتهم. وناقش الطيف خلال اجتماعه برؤساء المراكز والأقسام بالمديرية الأوضاع الأمنية ودعم الدوريات والتمركزات الأمنية بمنطقتي السواني والكريمية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة لعدد من المقار التابعة للمديرية. يذكر أن مديرية أمن الجفارة كانت قد حصلت على دعم من قبل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق خلال المدة الماضية لأداء الواجب الأمني بالشكل المطلوب. إذا المجموعة اللي غير ملتزمة بعملها وما زالت راكدة بحياشها ما تخدش بعملها إنها حتكون خلال المدة الماضية الجاية القادمة حتكون في عقوبات شديدة جدا جدا، ومن بينها النقل خارج المديرية ومجموعة من الأعضاء إنها حتكون إنهاء خدماتهم نهائيا من هذا العمل. والنقطة المهمة أيضا هي نامن من سكان منطقة كريمية وأهليها والصواني تعاون مع الجهات الأمنية في في في
حتى في إعطاء البلاغات المهمة. أعلنت الأمم المتحدة فتح باب تقديم العطاءات الخاصة بعملية مراجعة الحسابات المالية للمصرف المركزي بطرابلس والموازي في البيضة لمدة 3 أسابيع. وأكدت البعثة في موقعها التزامها بتسهيل مراجعة الحسابات المالية لفرعي المصرف المركزي في ليبيا بناء على طلب رئيس المجلس الرئاسي فايز سراج العام الماضي. وأشارت البعثة إلى أن مراجعة حسابات المصرف تهدف لخلق قدر أكبر من الشفافية وتهيئة الظروف الملائمة لتوحيد المصرف المركزي. باشرت شركة البريغا لتسويق النفط عمليات توزيع الوقود عن طريق تخصيص عدد من الشاحنات ونشرها في مواقع مختلفة داخل مدينة طرابلس. يأتي ذلك بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط والجهات الأمنية المختصة، وذلك للمساهمة في التخفيف من الازدحام على محطات الوقود. نتابع. محطات الوقود المتنقلة في طرابلس خطوة لعلها تسهم في معالجة أزمة الازدحام على محطات الوقود الثابتة. بشرف من شركة بريغا تم وضع عدة محطات متنقلة، ومنها في الشعاب وكلية البنات سابقا، وبجنب مستشفى بوسليم، وهذه تعتبر يعني نوعا ما من حل المختنقات اللي صايرة في طرابلس عامة. السيارة تقعد ديما متاع 5 دقائق 7 دقائق، واللي بعد كل 10 دقائق سيارتين يطلعوا، كل 10 دقائق سيارتين يطلعوا، لأن عندنا زوز مدخات بس يشتغلوا، وكل وفي من سيارات يخدموا بأربع سيارات ومشين أمورنا إن شاء الله. ناقلات وقود سعة كل منها 40,000 لتر وتعمل يوميا أكثر من 13 ساعة، تؤمن للمواطنين حاجتهم من البنزين وتمكنهم من التزود به دون إهدار الوقت والجهد في الطوابير. 10 دقائق ربع ساعة بالكثير، هذه كانت فاتت كانت طارت هذه، عرفتي؟ لكن الأمور طيبة إن شاء الله، ربي يوفقهم إن شاء الله الناس هي تعبة إن شاء الله. وشكر كبير لشركة تسويق النفط البريغا، هذه دايرة مجهود كبير. شباب الأمن في كل محطات الوقود لا غنى عن دورهم في حفظ النظام داخل المحطة وحولها وتمكين المواطنين من الحصول على حاجتهم دون مشاكل. دورنا طبعا احنا تأمين المحطة، معنا بيخشوا الناس يتنظموا في طابور، نسوي فيهم على المضخات متاع البنزينة، روتين عادي، قصدي معنا دوريات متواجدة، رجال الأمن موجودين حتى هم، معناها ديما في ترقب في داخل المحطة لحدوث لأي شيء، معناها باش نكونوا جاهزين ونتعاملوا مع الموقف نتاعنا إن شاء الله. أزمة خانقة شهدتها العاصمة في طوابير طويلة حول محطات الوقود وأمامها، وفاقمها انقطاع الكهرباء وزيادة النازحين إلى طرابلس، غير أن حلولا مؤقتة وقد تغدو دائمة بدأت تفك المشكلة وربما تقضي عليها. لقناة ليبيا الأحرار، أحلام الكماشي، طرابلس. أكد نائب المجلس الرئاسي أحمد معتيق على ضرورة دعم خطة تحسين الجباية الضريبية والعمل على تنفيذ مشروع المنظومة الموحدة للضرائب وتأهيل القدرات البشرية للعمل من خلالها. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء مع وزير المالية فرج بومطاري ونائب المدير العام لمصلحة الضرائب، كما تم استعراض الموقف الفعلي الإجمالي لإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث حقق فائضا قدره 104 ملايين دينار عن الإيرادات المقدرة بموجب الترتيبات المالية، فيما أكد وزير المالية حرص الوزارة على دعم المصلحة وتذليل الصعوبات التي تواجه عملها. بدأ الطلاب بالمدارس بالعاصمة طرابلس في أداء الامتحانات النهائية لمرحلة التعليم الأساسي بعد تكامل التجهيزات بالمدارس لاستقبالهم. التفاصيل في التقرير. طلاب العاصمة على مقاعد الامتحانات عند مشارف إتمام مرحلة التعليم الأساسي بعد تكامل التجهيزات بالمدارس لاستقبالهم دون أي عراقيل تسري العملية. وبتنسيق سابق بين وزارة التعليم والمدارس
تكلل بتحقيق الاحتياجات الضرورية كصيانة الفصول وتوفير القرطاسية. عندنا طبعا مدرسة النجوم الزاهرة بنين طبعا مستضيفين، ومدرسة 20 أغسطس بنات. عندنا عدد اللجان بالنسبة للبنات اللي هم 8 لجان، وبالنسبة للبنين 4 لجان. الامتحانات طبعا ضامين النظاميين والناجحين أو الضيوف احنا نقوله. عندنا الامتحانات الحمد لله ماشي على سير ما يرام. اليوم هو اليوم الاثنين، عندنا كانت المادة اللي هي كتابة وإملاء خط. الحمد لله الأمور سلسة، الكل متعاون، لجنة مراقبين ملاحظين. وطبعا احنا محظوظين ان لجنة الامتحانات مقرها معنا في المدرسة، هذا طبعا مسهل علينا هلبة. مدرسة علي سيالة الثانوية فتحت أبوابها لاستقبال عدة مؤسسات تعليمية لأداء الامتحانات بها، إضافة إلى الطلبة النازحين من مناطق العدوان بالعاصمة بعد تهيئة الظروف المناسبة لهم. بالنسبة لبعض الطلبة والطالبات اللي جونا كضيوف من المناطق المتضررة تم استقبالهم بالأمس، وتم التعامل معهم بكل رحابة صدر، والحمد لله كان لمكتب الدعم والإرشاد النفسي الدور الفعال معهم في تسيير عملية الامتحانات. المركز الوطني للامتحانات سجل مشاركة أكثر من 90,000 طالب وطالبة في الاختبارات، ورغم الظروف الراهنة للبلاد فإن المسيرة التعليمية في العاصمة تواصل مسارها لتؤمن لأبنائها ما تستطيعه من مستقبلهم. إذن بهذا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة. إلى العناوين. السراج يصل إلى تونس بعد تأكيد الخارجية التونسية أنها لن تتعامل مع أي أجسام موازية لحكومة الوفاق. قوات الوفاق تصد هجوما لمسلحي حفتر جنوبية طرابلس بعد تقدمها في محوري عنزار ووادي الربيع. نائبات يحملن حفتر مسؤولية اختطاف سيرجي وببنغازي، ومخاطبة لمجلس الأمن بالتحقيق في القضية. ولمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت ليبيا الأحرار.تي في وبقية منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.